أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الجولة من الآن، والتي نبدأها بحالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. للمزيد من الإيضاح حول حالة الطقس تنضم إلينا من مقر هيئة الأرصاد الجوية الزميلة سارة عبدالله مراسلة إكسترا نيوز. سارة برحب بيكي، ولو تطمئنينا وتطمئني السادة المشاهدين على حالة الطقس تفضلي. صباح الخير يا ندى، صباح الخير لمشاهدي قناة إكسترا نيوز، تحياتي لك من مقر هيئة الأرصاد الجوية. ينضم مع الآن ضيفي دكتور محمود شاهين، وهو مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية هنا بهيئة الأرصاد الجوية، يطلعنا على تفاصيل أكثر عن حالة الطقس. برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بكم كل السادة المشاهدين. إذا نحن الآن يعني نتحدث عن حالة الطقس، كيف هي حالة الطقس؟ هل هي مستقرة في تلك الآونة أم درجات الحرارة تتزايد؟ بالفعل نحن في شهر الصيف وهو معروف بدرجات الحرارة المرتفعة. طبعا احنا في فصل الصيف، فعلا احنا فاضلنا شهر تقريبا على نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف. من المعروف طبعا ان النص الثاني من شهر 8 عادة بتكون درجات الحرارة بتتراوح من 33 ل 35 درجة مئوية، ده المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام. شفنا امبارح ارتفاع درجة الحرارة واللي وصل ل 37 درجة على القاهرة، بارتفاع حوالي درجتين عن المعدلات الطبيعية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة اللي زود احساسنا طبعا بارتفاع درجة الحرارة على مدار اليوم كله. ان شاء الله النهارده في انكسار شوية في درجات الحرارة اللي احنا شفناها امبارح، وخلال الايام اللي جاية حوالي الخمس ست ايام القادمين وفقا للبيان اللي بتطلعه الهيئة كل يوم بشكل يومي، هتعود درجات الحرارة الى المعدلات الطبيعية، نرجع تاني ل 35 و34 درجة مئوية. فيعني في استقرار شديد هنلاحظه الفترة الجاية إن شاء الله في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. يعني برضو هو العامل المؤثر عندنا في إحساسنا بدرجة الحرارة هو نسبة الرطوبة اللي بترتفع خلال هذه الفترة، واللي بتخلينا حاسين إن الطقس مرتفعة في درجة حرارته. الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية اللي موجودة معنا خلال هذه الفترة، وإن كان هتخف كثافتها شوية الأيام الجاية نتيجة وجود منخفض في طبقات الجو العليا بيسحب كميات الرطوبة اللي موجودة على سطح الأرض، بيكون سحب على سواحلنا الشمالية وإلى حد ما هيقلل شوية من الشبورة المائية اللي بتتكون في الصباح الباكر سواء على الطرق الزراعية أو على الطرق القريبة من المسطحات المائية. الرياح ايضا هتكون معتدله على اغلب الانحاء، يعني بيكون في نشاط محدود كده على مناطق من جنوب سيناء مثلا او مناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه، ولكنها الحمد لله ما لهاش اي مردود سلبي سواء على الطرق او الحياه اليوميه او على حتى الملاحه البحريه. يعني الملاحه البحريه ارتفاع الامواج من متر لمتر ونص في عمق البحرين المتوسط والاحمر، وده ليه مردود ايجابي الحمد لله في الملاحه البحريه. كافه الانشطه البحريه تعمل بكامل طاقتها، اعتدال كامل واعتدال في حركه الملاحه البحريه ان شاء الله. دكتور محمود، لو تحدثنا عن المحافظات والمدن الساحليه، يعني خاصه لاقبال المواطنين في هذا التوقيت على هذه المدن، يعني كيف حال الطقس هناك وايضا محافظات الصعيد في تلك الاونه بالطبع تزداد درجه حرارتها بشكل او باخر؟ هو طبعا سواحلنا الشمالية رغم ارتفاع نسب الرطوبة هناك واللي بتصل إلى 90% تقريبا، ولكن درجات الحرارة اللي بتتراوح من 29 إلى 31 و32 درجة بيعوض شوية ارتفاع نسب الرطوبة، بالإضافة للعامل المؤثر المهم جدا اللي هو نسيم البحر اللي بيخلي الأجواء ممتعة جدا كلما اقتربنا من السواحل المطلة على البحرين المتوسط والأحمر. فتعتبر درجات الحرارة هناك في وصف عام درجات حرارة معتدلة خلال فترات النهار، وبيكون الطقس لطيف في فترات الليل. المناطق الجنوبية بعد ما كانت بترتفع خاصة جنوب الصعيد، هنا الأقصر أسوان الوادي الجديد حلايب شلاتين، بعد ما كانت بترتفع في درجات الحرارة وبتتجاوز ال 40 وبتصل إلى 44 درجة مئوية، لا الحمد لله عادت إلى المعدلات الطبيعية خلال هذه الفترة، بتتراوح درجة الحرارة من 39 إلى 41 درجة مئوية، فده شيء طبيعي بالنسبة لهذا التوقيت من العام بالنسبة لمحافظات جنوب الصعيد. ولكن في المقابل لارتفاع درجات الحرارة دي نسب الرطوبة منخفضة بشكل كبير جدا هناك، وده الحمد لله من فضل ربنا على المناطق الجنوبية. إذا يعني نحن نتحدث عن استقرار في حالة الطقس وانخفاض في الفترة الجاية في نسب الرطوبة بشكل ما. بالفعل يا فندم، استقرار واضح في الأحوال الجوية، وإن شاء الله في انكسار للموجة الحارة اللي احنا شفناها امبارح أو الارتفاع اللي احنا شفناه امبارح في درجة الحرارة، يبقى في انكسار وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات. أيضا نسب الرطوبة هيكون فيها انخفاض ولو كان جزئي حتى مع تكون بعض السحب في الصباح الباكر.
إذن يعني هل هناك أي نصائح للمواطنين في تلك الفترة من الصيف، خصوصا يعني عن الطرق السريعة، الساعات المبكرة من الصباح وهذه الأمور؟ طبعا هو في عطلة نهاية الأسبوع الناس بتحاول تلجأ للمناطق الساحلية أو محافظات الوجه البحري هروبا من حرارة القاهرة، ففي ناس بتطلع الصبح بدري بعد الفجر وبتبدأ تاخد طريقها قبل الشمس ما تشد أو أشعة الشمس ما تبقى قوية، شبورة مائية بتتكون الشبورة المائية. فطبعا الشبورة المائية احنا بنقول وإن كانت هتخف كثافتها شوية الأيام الجاية، إلا إننا برضو نكون حذرين أثناء القيادة على الطرق، خصوصا طبعا الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال ووسط سيناء، هذه الطرق بيكون فيها شبورة، نكون حذرين خصوصا الفترة اللي هي من 3 الفجر لغاية الساعة 7 صباحا. إنما بعد كده الطرق بتبقى الرؤية فيها واضحة تماما، ولكن طبعا ارتفاع درجات الحرارة مع سطوع أشعة الشمس هيتطلب مننا يكون معنا مصطحبين إزازة مية ولا حاجة، عشان برضو يعني نحاول نكتر من السوائل بقدر الإمكان، خصوصا المية طبعا خلال الفترة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. انضم معنا الآن ضيفنا دكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية. أطلعنا على حالة الطقس في هذه الفترة، وأن حالة الطقس ستكون بها استقرار في الأيام المقبلة وانخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة. إليك الكلمة مرة أخرى ندى. نعم دكتور عبد الله مراسلة اكس نيوز، أنا بشكرك جزيل الشكر، وبالطبع الشكر موصول لضيفك الكريم.